السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في سؤال بيسأل أيهما أفضل، إن أنت تبدأ البيم من مرحلة التصميم الأولى السكتش اللي تطور عبر جميع المراحل، ولا تبدأ ببرامج أسرع وأقل تعقيدا كبرنامج الفورمات أو الأوتوكاد، نظرا لأن مدة الدراسة من أجل المناقصة تكون محدودة، ثم تنتقل للبيم في مرحلة الإكستيوشن مرحلة التنفيذ؟ طيب، سؤال جميل و بتختلف من شخص لآخر. يعني ممكن واحد يكون متعود على برنامج الأوتوكاد أو فورمات إت أو السكتش أب أو برنامج مثلا زي برنامج الراينو، فهو متعود عليه فهو شايف إن هو بالنسبة له أسهل. تمام، واحد تاني شايف إن بالنسبة له أسهل إن هو يشتغل على البيم، دي واخدة عليه وسريع معاه وبيعرف يشتغل على يعني مثلا هنا في الريفت. خلينا نقفل المشروع دوت. انا بالنسبه لي موضوع الماس بيديني كل الادوات اللي انا ممكن احتاجها. ممكن استخدم مثلا كونسبشوال ماس، ان انا ارسم كل الاشكال اللي انا شايفها وبتاع، وسهل جدا معايا. والميزه في برامج البيم سواء ريفيت او اركيكات او ان هو تقدر تصدر المشروع دوت لكل الامتدادات الممكنه. يعني لما تيجي تقول له فايل وتقول له اكسبورت، هتلاقي كل الحاجات، يعني تقدر تصدر لبرامج متخصصة في الدراسة البيئية، زي مثلا عايز تصدر للإيكوتيك، تصدر لفزاري، تقدر تصدر الاتنين دول وقفوا، وديزاين بيلدر، برامج كتيرة جدا تقدر تاخد منك على طول. في ناس بقى يقول لك ايه، لا الراينو فيه ميزة. تمام، وطبعا مفيش حاجة اسمها يعني غلط، لا هو كل واحد حسب ما هو متعود او هو شايف او هو مرتاح ليه. الراينو فيه ميزة ان هو فيه الجراس هوبر، وفي جوه الجراس هوبر هتلاقي الليدي باج، وهتلاقي ادوات كتيره جدا تسهل عليك الشغل. فهو شايف ان هو بالنسبه له احسن، واغلبها بتبقى مجاني، واغلبها بتبقى حاجات موثقه وناس كتيره استخدمتها قبل كده، فالنتائج بتاعتها كويسه، وبقى في تحاليل حاجات دايناميك، يعني مش وقت ثابت، لا تقدر تعمل تحليل لو المبنى نفسه بيتغير شكله، تقدر تشوف افضل التصميم ممكن، وهكذا. فهي ملهاش حاجه ثابته. انا بالنسبه لي يعني مستريح جدا لموضوع الريفت، ولكن لو انت عايز تشتغل على اي برنامج تعمل الكتله وتعمل الدراسات، فمش غلط ولا عيب، وتسهل جدا ان انت بعد ما تخلص الشغل بتاعك تحوله لبرامج البيم وتستفاد منه. طيب، هل ممكن اعمل الشغل كله على فورمت 8 او الاوتوكاد او 3 دي ماكس او السكتش اب لحد ما اوصل لمستوى مثلا شوب درون؟ اكيد لا، يعني البرامج دي مش متخصصه في كده. الاوتوكاد مش هيحل لك الكراشات، مش هيجيب لك الحصر، مش يعني في مشاكل كتيره جدا. والبرامج التانية مش متخصصه انها تجيب لك ماسكه افقي وراسي بالتفاصيل وتقدر تحط عليها الكتابات. فكل حاجه منهم بتلاقي لها ميزه، وتلاقي الحاجه دي اقوى في الموضوع دوت. فانت بتشوف اني الافضل، اني الافضل بالنسبه لك، اني اللي تقدر تكسب بيه. تمام، يعني لو انت تقدر تستخدم برنامج البيم من الاول للاخر هيكون احسن. لو انت شايف ان في حاجه تانية اسهل لك، ما فيش مشكله خالص. انا ممكن مثلا افاجئ ان في موقع على النت بيعمل تحليل معين، خلاص بغير الاسلوب بتاعي ما دام الحاجه دي موثقه وجربته وشفت النتائج بتاعته مع النتائج الحاجه انا عارفها، فاقدر اشوف هل فعلا في فرق كبير ولا هو نفس الارقام تقريبا، وهكذا. ممكن واحد شايف ان هو بطيء مثلا في ان هو يستخدم البيم في مرحله الماس، وان هو يعمل الكتله وان هو يعمل الدراسات بتاعتها، وعايز يشتغل على برنامج اخر، محدش هيجبره ان هو يشتغل على البرنامج دوت. حتى موضوع الريندر، كل واحد بيبقى مستريح لحاجه. طبعا اعلى حاجه في الريندر ان انت تعمل ريندر في ري 3 دي ماكس بيبقى قوي، بس في ناس تانية بتقدر تستخدم الريفت من غير اي اضافات وتطلع ريندر كويس، وفي ناس تقدر تستخدم الفيري على الريفت، في ناس بتصدر البرنامج زي توين موشن. فكل واحد بيبقى متقن لحاجه وبيبقى مستريح لحاجه، فما انا ما اقدرش اجبره واقول له لا لازم تمشي واحد اتنين تلاته. لا، في ناس فعلا طلعت نتائج كويسه وشغل كويس.